تلسكوب جيمس ويب الفضائي استقر في مداره على بعد 1,000,000 ميل على الأرض، وبدأ العلماء بمعايرة مرايا 18. حكينا بالفيديو الماضي عن تاريخ هذه الرحلة وأين سيستقر التلسكوب في نقطة لاغرانج الثانية. يمكن كان هذا التلسكوب هو الأول الذي استطاع أي شخص تتبع مساره يوم بيوم ومتابعة تطوراته وحرارة تجهيزاته وخطوات عمله خطوة بخطوة، ولكن لسه ما عرفنا كيف سيعمل التلسكوب وشو الشيء اللي بيميزه عن غيره. تعالوا نضع هذه النقط على بلورنا لنسأل كيف وليش. مرحبا، معكم عمر، وهي بلورة وألم. حكينا بالفيديو الماضي عن سبب العمل على هذا التلسكوب وكيف أنه سيرصد الضوء القادم من المجرات البعيدة جدا، الضوء الذي انزاح من الطيف المنظور إلى الطيف تحت الأحمر. ولتحقيق هذه المهمة يحتاج التلسكوب مرآة كبيرة جدا، تحديدا بقطر 6 أمتار. بس في مشكلة، مرآة بهذا الحجم ستكون ثقيلة جدا لإرسالها إلى الفضاء، فنحن نحتاج مادة خفيفة تصنع جسم المرآة. خلونا نروح برحلة صغيرة بالزمن. البشر تساءلوا عن مكونات هذا العالم، فقبل أكثر من 2500 سنة فلاسفة هنود مثل كندا وغيره اقترحوا أن المادة مكونة من ذرات، وقسموا هذه الذرات إلى 4 أقسام. وبعد فترة قصيرة وعلى الطرف الآخر من العالم كان فلاسفة الأغريق مثل أفلاطون وتلميذه أرسطو اقترحوا فكرة مشابهة وحددوا هالعناصر بالماء والهواء والأرض والنار. ثم استمر سعي الفلاسفة والعلماء لتحديد عناصر الطبيعة حتى أتى جابر بن حيان ليحول الحديث من عناصر الطبيعة إلى طبيعة العناصر نفسها. ثم أتى لافوازي، وقبل بضع سنوات من أن تذهب المقصلة الفرنسية برأسه وضع أول تصنيف منهجي للعناصر الكيميائية. وبعد 100 سنة وضعها الروسي مندليف على شكل جدول نعرفه كلنا بالجدول الدوري للعناصر الكيميائية. الجدول كان من العبقرية بمكان أنه تنبأ بوجود عناصر كيميائية لم نكن نعرفها من قبل. مندلييف مهد الطريق لمن بعده حتى يتنبأ ويتعقب وجود العناصر الكيميائية ويملأ فراغات هذا الجدول، والذي بقينا على مدار 100 سنة الماضية نملأ فراغاته حتى وصلنا اليوم إلى 118 عنصر كيميائي مختلف. طيب، أي هذه العناصر سنختار لنبني مرآة تلسكوبنا؟ نحتاج 3 أمور في مرآة التلسكوب. أولاً أن يكون وزنها خفيف، ثانياً أن تكون قساوتها عالية، ثالثاً أن لا يتغير شكلها بالحرارة. وهنا يأتي دور الجدول الدوري ليساعدنا في تحديد هذه العناصر. العمود الأول هو لفلزات شديدة التفاعل وغير قاسية، لذلك لا نريده. العمود الثاني هو لفلزات أرضية، فسنختار أحد هذه العناصر من العمود الثاني. لن نختار العناصر القابلة للاشتعال، ولا تلك المشعة، ولا الثقيلة جدا، ولا غير القاسية. إذن نحن أمام خيار أخير من هذا العمود وهو البريليوم. أولا، هو معدن خفيف جدا، وزنه أقل من نصف وزن الألمنيوم. ثانيا، معدن ذو قساوة عالية جدا، فقساوته أكثر ب6 مرات من قساوة الفولاذ. وأخيرا، هذا المعدن يحافظ على شكله في درجات حرارة مختلفة. تذكروا أن المعادن تتمدد بالحرارة وتتقلص بالبرودة، هذا ينطبق أيضا على البريليوم ولكن بدرجة أقل جدا من المعادن الأخرى. فهذا المعدن هو المعدن الأنسب لمرآة تلسكوبنا، مع العلم أنه نادر الوجود وأن العمل عليه صعب. بالحقيقة نحتاج معالجة أكثر من 10 طن من الصخور في منطقة معينة من صحراء يوتا بأمريكا لنحصل على 1 كيلوغرام من البريليوم. هذا المعدن مناسب لما يجعل هذه المرآة خفيفة جدا، في الحقيقة وزنها لا يتجاوز 20 كيلوغرام. بس في مشكلة، نريد لهذا التلسكوب أن يرصد الأشعة تحت الحمراء، فنريد لمرآته أن تكون عاكس ممتاز للأشعة تحت الحمراء. وهنا يأتي دور الذهب الذي ستكون المرآة مطلية بطبقة رقيقة جدا منه، على خلاف تلسكوب هابل والذي يرى في الطيف المنظور. تلسكوب جيمس ويب سيرى في الطيف تحت الأحمر لأنه سيرصد ضوء المجرات البعيدة، والذي انزاح من الطيف المنظور إلى الطيف تحت الأحمر أثناء رحلته إلينا. ومثل ما عرفنا أن الحرارة هي توهج، والتوهج هو أشعة تحت حمراء، فحتى يستطيع التلسكوب أن يرصد الأشعة تحت الحمراء يحتاج أن يعمل بدرجة حرارة منخفضة جدا جدا جدا. ولكن أي درجة تحديدا؟ من المعروف أنه عند درجة حرارة 0 مئوية يتجمد الماء، وعند ناقص 40 مئوية يتجمد الزئبق، وأخفض حرارة تم تسجيلها على كوكب الأرض هي ناقص 89 درجة مئوية، وأخفض حرارة في المجموعة الشمسية هي على سطح كوكب يورانوس.
وتبلغ 216 مئوية تحت الصفر. طيب شو أخفض حرارة ممكن أن نصل لها؟ العالم كلفن قبل 150 سنة حسب أبرد حرارة يمكن أن تصلها الأجسام، هذه الحرارة هي 273 تحت الصفر، أو ما يعرف بصفر كلفن، وهو الصفر المطلق، أي أنه لا يوجد أي شيء في الكون يمكن أن يبلغ حرارة أدنى من هذه الدرجة. عند هذه الدرجة تتجمد حتى ذرات المادة نفسها. طيب أي حرارة سنحتاج إذن لتشغيل تلسكوبنا؟ مرآة تلسكوب جيمس ويب تحتاج أن تكون أبرد من ذلك، فحتى ترصد الطيف تحت الأحمر تحتاج أن تعمل بدرجة حرارة 233 مئوية تحت الصفر، وإلا كانت مثل يلي بده يسمع صوت نحلة بعيدة وهو عم يعيط، لأن إذا كانت حرارة المرآة أكثر من ذلك ستشوش على نفسها. في الحقيقة أحد التجهيزات في التلسكوب تحتاج أن تعمل بدرجة حرارة أبرد من ذلك. تجهيزة ميراي والتي مصممة أن ترى عميقا في الطيف تحت الأحمر تحتاج أن تعمل بدرجة حرارة 266 تحت الصفر، أي بضع درجات فقط فوق الصفر المطلق. للمقارنة هذه الحرارة رصدناها في الكون فقط في مكان واحد وهو السديم بوميرين، هذا السديم الغازي الذي وصل إلى درجة حرارة منخفضة جدا بسبب تمدد الغازات فيه، وسنستخدم تقنية مشابهة لتبريد ميراي في تلسكوبنا، فسيكون التلسكوب مزود بمبرد من الهيليوم السائل حتى يساعد هذه التجهيزة أن تصل إلى 266 تحت الصفر، أي أن هذه الكاميرا ستكون أحد أبرد الأشياء في الكون. ولكن كيف يمكن أن تصل درجة حرارة مرآة التلسكوب إلى هذه الدرجة المطلوبة؟ عرفنا أن التلسكوب سيدور حول الشمس، وبينما يدور حول الشمس سيكون أحد أطرافه في مواجهة الشمس والتي ستحتاجها ألواحه لتشغيل معداته، فبينما يكون أحد الأطراف ساخن جدا لأنه في مواجهة الشمس نريد للطرف الآخر أن يكون بدرجة حرارة منخفضة جدا جدا، أي أن هذا التلسكوب سيعيش في عالمين مختلفين منفصلين تماما، فعلى أحد الأطراف ستبلغ درجة الحرارة 80 درجة مئوية، بينما على الطرف الآخر ستبلغ درجة الحرارة ناقص 233 درجة مئوية، على نحو يشبه كوكب الأرض الذي يشهد أحد أطرافه نهارا حارا بينما يقبع الطرف الآخر في ليل مظلم. وهذا سيتحقق في تلسكوبنا عن طريق هذا الغلاف الواقي المكون من خمس طبقات منفصلة والتي ستحجب أشعة الشمس عن المرآة. هذا الغلاف الواقي تم تصميمه بطريقة هندسية معقدة حتى يعكس أشعة الشمس القادمة إليه ويبددها إلى الفضاء، وبذلك لا تتأثر المرآة بهذه الأشعة. طبقات هذا الغلاف رقيقة جدا، فلا يتجاوز سمك الواحدة منها عشر قطر شعرة الإنسان. هذا الغلاف وبهذا التصميم سيسمح للتلسكوب أن يرصد ضوء المجرات البعيدة. هذا الغلاف عندما يأخذ حجمه الكامل في الفضاء سيبلغ مساحة ملعب تنس تقريبا، ولكنه قابل للطوي حتى يتسع في حجرة الصاروخ الذي سيأخذ التلسكوب من الأرض إلى الفضاء. ولكن ماذا عن المرآة؟ عرفنا أن البريليوم سيسمح لنا بجعل وزن المرآة خفيف، ولكن ماذا عن حجمها؟ فمرآة بهذا الحجم لن تتسع في حجرة الصاروخ، ولذلك تم تصميمها بهذا التصميم الذكي على شكل خلية نحل حتى يتسنى طيها إلى ثلاثة أقسام قبل انطلاق الصاروخ، ثم ستأخذ شكلها النهائي في الفضاء، مما يضيف إلى التعقيد المبهر لهذا التلسكوب. ولذلك مرآتنا مكونة من 18 جزء مختلف، بس في مشكلة، إذا أردنا وضع 18 مرآة صغيرة جنبا إلى جنب فهذا سيؤثر بالتأكيد على دقة الصورة التي سنأخذها للنجوم، ولذلك تحتاج هذه المرآة إلى معايرة خلال الأشهر الأولى من عمل التلسكوب. وقد شاهدنا أن أول الصور التي التقطها التلسكوب لأحد النجوم أتت على شكل 18 نقطة مختلفة، وكأن عين التلسكوب اليوم فيها خلل وتشاهد بدل النجم الواحد 18 نجم مختلف. ولتحقيق رؤية دقيقة كل مرآة من هذه الأجزاء مزودة بمحرك صغير يسمح بمعايرتها بدقة تصل إلى جزء من 10,000 جزء من سماكة شعرة الإنسان. ولكن ماذا سيرصد هذا التلسكوب تحديدا؟ التلسكوب سيلتقط الضوء القادم على مرآته الكبيرة، ثم سيجمع هذا الضوء ويرسله إلى مرآة ثانوية والتي بدورها سترسله إلى مرآة ثالثة داخل التلسكوب، ثم سيتوزع هذا الضوء على أربع تجهيزات مختلفة لكل منها هدف محدد واستخدام مختلف. بداية هناك النير كام والنير سبيك، واللتان ستدرسان الضوء والطيف القادم من المجرات أثناء تشكلها، ورح يتكلفوا بمهمة رصد ودراسة المراحل الأولى من عمر النجوم والمجرات. وهناك ميراي
والتي تكلمنا عنها مسبقا والتي ستدرس وترصد الضوء القادم من المجرات البعيدة جدا، تلك المجرات التي ولدت في النصف مليار سنة الأولى من عمر الكون. وأخيرا هناك نيريس والتي ستدرس الضوء القادم من المجموعات الشمسية الأخرى واحتمالات وجود كواكب صالحة للحياة على هذه المجموعات الشمسية. هذا سيتم من خلال رصد وتتبع مرور الكواكب من أمام أحد النجوم، فعن طريق تتبع ظل هذا الكوكب يمكننا معرفة الكثير من الأمور عنه، مثل حجمه وكتلته وبعده عن النجم والمدة التي يدور فيها حول ذلك النجم. ولكن الجديد مع تلسكوب جيمس ويب أننا سنستطيع دراسة وتحليل تفاعل الضوء القادم من النجم مع هذا الكوكب، وبالتالي معرفة ما إذا كان يملك غلاف جوي والتكوين الكيميائي لذلك الغلاف. كل ذلك بسبب قدرة التلسكوب على رصد تلك الأشعة تحت الحمراء والتي ستصدر عندما يمر ضوء النجم من أمام ذلك الكوكب. معرفة كل هذه المعلومات عن تلك الكواكب ستعطينا دلالات ما إذا كانت قابلة لامتلاك أي شكل من أشكال الحياة عليها. إذن نحن كلنا بانتظار الكثير من الأخبار والصور التي ستأتي من هذا التلسكوب خلال دورة حياته خلال 10 سنوات المقبلة قبل أن ينفذ الوقود منه، والذي سيستخدم القليل منه كل بضعة أشهر لتصحيح مداره حول الشمس. وهيك بتكونوا عرفتوا كيف سيعمل التلسكوب وشو بيميزه عن غيره، وبنكون جاوبنا على كيف وليش وتبلورت الفكرة أكثر. وإذا لساتكم عم تتابعوا لحد هون أكيد لازم تكبسوا لتشتركوا بالقناة ليصلكم كل فيديو جديد، وتذكروا أننا نسعى للبحث عن إجابات حول تساؤلاتنا عن هذا الكون، ولكن هذه الإجابات ليس من الضروري أن يكون لها أي معنى لنا، فالكون ليس مدينا لنا بأي إجابة.